يحلو لأهل الكويت واسم السنوات بأبرز أحداثها وأن أردنا كنية لسنة الجارية 2016 فحتما هي سنة الحل فيها حلة اللجنة الأولمبية واتحادات الرياضية وفيها صدر المرسوم الأخير بحل مجلس الأمة والآن 2016 قد تضم اسما جديدا لقائمة المنحلين فيها فأفق الحل يخيم على المجلس البلدي بسبب فقدان النصاب القانوني للجلسات أغلبية من نواب المجلس البلدي ربما تدفع غاليا ثمن طموح سياسي أكبر لأقلية منهم في ظل مؤشرات كثيرة لرغبة سبعة من نواب المجلس البلدي الحاليين في الترشح لعضوية مجلس الأمة خلال الانتخابات النيابية المرتقبة في السادس والعشرين من نوفمبر المقبل وحسب نص المادة الثالثة عشر من قانون البلدية الجديدة يعتبر عضو المجلس البلدي مستقيلا في حال قدم طلب ترشح للانتخابات البرلمانية وفي حال خلو مقعد عضو يعلن البلدي ذلك في أول جلسة له من بعد خلو المقعد وتجرى انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما من إعلان الخلو إلى أن المجلس البلدية سيكون أمام معضلة قانونية حقيقية لن تعالجها الانتخابات التكميلية إن ارتفع عدد أعضائه الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة عن سبعة ففي هذه الحالة سيفقد المجلس ثلث نوابه وبالتالي ستفقد جلساته نصابها القانونية وستتعذر معها الدعوة لانتخابات تكميلية مما يجعل من الحل مخرجا قانونيا تتم من بعده الدعوة لانتخابات مجلس بلدي جديد